في هذا السياق، بأنه الرسالة كانت أعم من بيراميدز. بعد ما بدأت ببيراميدز انطلقت لأندية الشركات. معانا على التليفون منافس آخر للزمالك في هذه البطولة، وهو سيراميكا كليوباترا. معانا المدير الرياضي للفريق الكابتن معتز البطاوي. كابتن معتز، أهلا وسهلا، منور الدنيا. أهلا بيك هاني، ازيك حبيبي، أخبارك إيه؟ أخبارك إيه، كله كويس؟ كله زي الفل الحمد الحمد لله. أول الفرق الواصلة للإمارات والتلاتة المنافسون بكرة ينضموا إليكم، بطولة مرتقبة منتظرة خلال أيام قليلة. إن شاء الله بإذن الله تبقى بطولة مميزة، نقدر فيها نعمل شكل كويس جدا للكرة المصرية إن شاء الله بإذن الله كالعادة، ويستمتع بها جمهور الإمارات وجمهور مصر بإذن الله. ما بتسيبوش لعيبة تطلع بره ليه؟ وما بتسيبوش لعيبة تروح للأندية الجماهيرية ليه؟ ده السؤال اللي قاله الكابتن أحمد سليمان امبارح، عندك رد؟ آه طبعًا، أنا عايز بس يعني لو الناس متابعة شوية، أو يعني إحنا نادي سيراميكا كليوباترا الحقيقة هو أكثر الأندية خلال آخر موسم بيع للاعبين في مصر وتسويق اللاعبين في مصر، وده بالأرقام. أنا مش بتكلم وبس، لا إحنا بنتكلم إن خلال الموسم اللي فات ده أكبر نادي في مصر بالفعل استثمر في اللاعبين، سواء لاعبين أجانب أو لاعبين مصريين أو لاعبين جايين من الدوري الممتاز وتم تأهيلهم في نادي سيراميكا كليوباترا وتطوير لمستواهم، لعيبة جاية من الممتاز به وتم تطويرهم في الدوري الممتاز وتم إعادة بيعهم لأندية الدوري الممتاز، أندية المقدمة والقمة يعني. ده رد على سؤال مفهوم، لكن هو على ما يبدو ان الكابتن احمد سليمان بما انه طرح البدايه في قصه صديق اوجولا، اللاعب اللي انتقل من سيراميكا كليوباترا اعاره الى بيراميدز، والناحيه الثانيه اعاره، هو قال ده اللي قاله، يعني في اربعه من القوام المهم في بيراميدز راحوا سيراميكا كليوباترا، لكن احنا لما رحنا بيتقال لنا لا. طيب هو التوضيح بس اللي مهم جدا يعني قبل ما نبدا الحوار في اللاعبين بعينهم، ان نادي سيراميكا كليوباترا يكون الاحترام لجميع أندية مصر، سواء أهلي سواء زمالك سواء بيراميدز، أي نادي في مصر احنا بنحترمه جدا جدا، وعلى مسافة واحدة الحقيقة من جميع الأندية. الأهم شيء بالنسبة لمسؤولين نادي سيراميكا كليوباترا هي مصلحة نادي سيراميكا كليوباترا أولا، سواء الفنية أو المادية، وده شيء منطقي جدا ومحدش يقدر يعني يعترض على ده او يقلل إطلاقاً. من ده الحقيقه اطلاقا. فاحنا بنتكلم ان احنا ما عندناش مشكله ابدا مع نادي الزمالك او مع جماهير نادي الزمالك او مع اعضاء نادي الزمالك، اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك، ويمكن قررت وقلت ان احنا من اوائل الناس مجلس اداره سيراميكا كليوباترا زار نادي الزمالك في مقرهم وبارك لهم على وجودهم كأعضاء مجلس إدارة وافدين يعني. فبالتالي أنا عاوز بس أقول لك من البداية كده، دي البداية خالص، مقدمة مهمة. يعني دي مهمة جدا إن الناس كلها بس تبقى عارفة إحنا نادي سيراميكا فين بالظبط من جميع الأندية المصرية. لو اتكلمنا بقى على الأسماء اللي تم ذكرها على السوشيال ميديا، وأنا عايز أكد موضوع السوشيال ميديا ده، لأن الحقيقة صعب جدا ان تدار الانديه وتدار الادارات بكلام على السوشيال ميديا. انا النهارده ما ينفعش ابدا ان انا اطلع عاوز لعيب معين، او اتمنى ان يبقى ما عندي لعيب معين، او انا بحاول اقول لجمهوري ان انا النهارده هجيب ده او همضي ده او هيبقى عندي ده، اطلع على السوشيال ميديا واقول واكتب ويبقى في صفحات وفي لجان وفي 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 الكلام ده كله. اعتقد احنا كنادي سيراميكا كليوباترا ما بنعنيهوش كتير، عندنا مجلس اداره محترم، ما يمكن ما بيبصش على السوشيال ميديا، يمكن انا يمكن بحكم شغلي ممكن اكون متابع اكتر في السوشيال ميديا، لكن الحقيقه لو اتكلمت معايا في اسم انا اقدر اجاوبك على يلا كل اسم انت عايز. اوجولا ليه راح بيراميدز ما راحش الزمالك؟ ده اللي قاله الكابتن احمد سليمان. هل الزمالك عرض مادي مناسب لكن انتوا فضلتوا انتقاله لبيراميدز، ولا الامر فني ولا مادي؟ هو الحقيقه الامر ما وصلش ابدا لعروض بارقام او اي عروض جديه ابدا، هي كل اللي حصل ان في شهر 9، ويمكن انا هاكد معاك التواريخ، تمام، في شهر 9 جالنا تليفون من مجلس اداره نادي الزمالك
لمسؤولين نادي سيراميكا كليوباترا، احنا حابين نتعاقد مع صديق جولا. الرد كان واضح وصريح في اول واخر مكالمه خاصه بموضوع صديق صديق جولا، احنا بالفعل تم الاتفاق مع نادي بيراميدز على انضمامه لنادي بيراميدز وابرام صفقه كبيره ما بين نادي بيراميدز ونادي سيراميكا. انتوا اعلنتوا لمسؤولين الزمالك في المكالمه الوحيده انه اللاعب بالفعل في اتفاق ما بينكم وما بين بيراميدز انه يروح لهم. بالظبط هو ده اللي حصل. لكن الحقيقه بقى زي ما انت بتقول السوشيال ميديا كلها كتبت ان صديق مضى، صديق راح، صديق رجع. الكلام ده كله ما حصلش تماما، بل بالعكس احنا يمكن اعلان الصفقه ما بيننا وما بين بيراميدز اتاخر شويه علشان انت عارف صفقه كبيره جدا فيها مجموعه من اللاعبين وفيها اراء للمدير الفني عاوز مين بالظبط ومين اللعيبه اللي هتوافق تبقى موجوده، مين اللعيبه اللي مش موافقه تبقى موجوده. فبالتالي الحاجات دي بتاخد وقت، لكن قرار ان صديق جولا رايح فين ده كان متاخد من بدري جدا من شهر 7. تمام مفهوم. احمد رمضان بيكهام يعني برضو مش عايز اقول السوشيال ميديا قالت، لكن واضح انه الزمالك كان متمسك بيه او متمسك بانه يطلب اللاعب، فهل الزمالك عرض عليكم استقدام اللاعب، عرض عليكم مقابل مادي، هل سيراميكا رفض انضمام بيكهام للزمالك؟ هرجع لكلمتك متمسك. انا النهارده لما ببقى متمسك بشيء بعمل ايه؟ ممكن ابدا باستفسار ودي، ممكن بعد كده اقدم عرض مالي، ممكن اتفاوض الخطوه الثالثه. تمام. انا عايز اقول لك ان كل ده ما حصلش، كل اللي حصل احمد رمضان بيكهام لا، فاحنا برضو نفس المكالمه لنفس المسؤول، احنا احمد رمضان بيكهام غير معروض للبيع تماما. ده للحاجه الفنيه الشديده جدا جدا ليه. فبالتالي احمد رمضان بيكهام هو مكمل وماضي مع نادي سيراميكا كليوباترا ومجدد عقده في شهر مارس الماضي، هو و13 لاعب في نادي سيراميكا كليوباترا مجددين عقودهم لمده 3 سنوات. فبالتالي كل الكلام اللي اتقال على السوشيال ميديا، كل الكلام اللي اتقال ان احمد رمضان بيكهام ما بينزلش تمرين، احمد رمضان بيكهام ممتنع عن مش عارف ايه، احمد رمضان بيكهام مضى بالفعل، احمد رمضان يعني ما فيش الكلام ده خالص. يعني الكلام ده ما حصلش بالفعل. تمام مفهوم. فاحنا زي ما بقول لك احمد رمضان بيكهام، زائد ان يمكن في سياسه موجوده عندنا في نادي سيراميكا كليوباترا وهي ان اي لاعب جاي من نادي الزمالك ما يروحش النادي الاهلي. واي لاعب هنجيبه من النادي الاهلي ما يروحش نادي الزمالك. ليه؟ ودي انا بحاول اكتبها. ممكن شرح للسياسه دي؟ لا انا ما عنديش شرح ليها غير ان انا دي سياسه موجوده عندي في النادي، مجلس الاداره اقرها. تمام. وبالتالي انا كمسؤول جوه النادي بنفذ السياسه العامه اللي محطوطه من قبل مجلس الاداره عندي. يعني انا هفسرها، انا لو انت تقول لي او لا، انه ما ينفعش لاعب يبقى جاي احنا كسيراميكا اشتريناه منهم كاهلي نوديه للزمالك، وما ينفعش لاعب احنا كسيراميك جبناه من الزمالك نوديه للاهلي، بمعنى ان احنا مش محطه انتقال لاعب من قطب الى قطب اخر، ده اللي تقصده؟ بالضبط. تمام بالضبط. واضحه بالضبط. تماما واضحه تماما. لكن مفهوم. لكن واضحه. لكن يمشي من عندنا لفريق تاني ومن الفريق التاني ده يروح لفريق من الفريقين، ما عندناش مشكله في ده السياسه. أنا مش بتاعتك. مفهوم مفهوم تماما. بالتالي هو خرج من عندي خلاص. طيب ده هيوديني لنقطة أحمد ياسر ريان، لأن الكابتن ياسر ريان قال مع الكابتن خالد الغندور من يومين إنه كان وقع بالفعل للزمالك لكن اترفض، ده الإجابة دي أعتبرها رد على نقطة أحمد ياسر ريان؟ لا، هو في كمان سبب آخر. إيه هو؟ أنا عايز أقول لك إن أحمد ياسر ريان بجانب السياسة العامة اللي محطوطة عندي في النادي لعدم انتقال لاعب من الأهلي للزمالك أو للزمالك للأهلي. تمام. هو كمان أحمد ياسر ريان اخر مره نادي الزمالك اتكلم على وجوده في نادي الزمالك، الكلام ده كان في شهر يناير الماضي يعني اللي فات. لكن الحاليه اللي احنا موجودين فيها هو ما حصلش اصلا اي تواصل ما بين نادي الزمالك ونادي سيراميكا خاصه باحمد ياسر ريان تماما. تمام. والتواصل كان عباره عن ايه؟ كان في عرض مالي؟ مفيش اي عروض ماديه او ماليه تم ذكرها ما بين ادارات نادي الزمالك ونادي سيراميكا كليوباترا. مفهوم. لا انتقال لاعبين ولا اي مبالغ ماديه. وبناء عليه سياستكم كده واضحه كنادي سيراميك كليوباترا في التعامل كعلاقه محترمه ما بين السيراميكا والاهلي والزمالك، وفي نفس الوقت كعلاقه تعاقديه مع الانديه المختلفه اللي ابرزها الاهلي والزمالك في السياق ده.
بالظبط كده. يمكن انت نسيت لاعب كمان تم ذكره على السوشيال استنى ميديا. كده اقول لك، افتكره انا قبل ما تقوله. احنا قلنا اوجولا، طيب انت كده حطيتني في موقف. عمرو قلاوه مش كده؟ بالظبط احكي لي ايه اللي بالظبط حصل في بالظبط. عمرو قلاوه ده، لا كان برضو وحصل فيه اي اخبار حاجه. انه وقع للزمالك. هو ما في، انا بص الاخبار بقى دي، انا نفسي بجد يعني يبقى يتحط فيها ليها محاذير او يتحط ليها، يعني انا ما اعرفش تتعمل ازاي، لكن انا عاوز اقول لك ان ما اصلا ما حصلش، حتى المكالمه اللي احنا بنتكلم فيها ما حصلتش من نادي الزمالك لمسؤولين نادي سيراميكا. يعني خلال الفتره اللي فاتت دي كلها برضو كنا بنسمع على السوشيال ميديا اللاعب يبقى موجود قدامي في التمرين وبيتكتب ان قلاوه دلوقتي قاعد بيمضي في نادي الزمالك. فانا ما اعرفش لمصلحه مين او مين اللي بيقول كده، انا ما اعرفش بصراحه. مفهوم. لكن ده ما حصلش خالص اي تواصل لا معانا ولا مع اللاعب. واعتقد ما هو مش هينفع يحصل اصلا مع اللاعب، لان اللاعب بالفعل كان في متعاقد عقد. معايا لمده 4 سنين كمان. طبعا. فبالتالي ده ما حصلش خالص. وكمان خلال الفتره دي احنا خلاص يمكن قفلنا على فرقتنا والموسم خلاص تقريبا شبه بدا بالنسبه لنا، تمام. فمن المستحيل الاستغناء عن اي لاعب خلال الفتره دي. الاهلي والزمالك وبيراميدز الثلاثه لعبوا ماتشات، سيراميكا بيظهر للناس لاول مره الموسم ده، ده امر ايجابي بالنظر لانك تبدو غامضا قدام المنافسين، ولا امر ممكن يبقى سلبي بالنظر لان هم لعبوا وانت ما لعبتش؟ هو الحقيقه هيبقى سلاح ذو حدين. انا بالنسبه لي بالتجانس والتوافق اللي هيبقى ما بين اللاعبين الجدد واللاعبين اللي موجودين، هل ده هيبقى سلاح بالنسبه لي مفيد او سلاح مضر؟ الله اعلم. الملعب هو اللي هيبين ده، ونتمنى طبعا ان احنا نبقى في حاله جيده تتخلينا ان شاء الله باذن الله ننافس على البطوله وننافس على المباراه عامه الاولى اللي احنا بنتكلم فيها مع النادي الاهلي، ايوه. اللي هي مباراه صعبه جدا. وانت يمكن زي ما بتقول ان جاهزيه النادي الاهلي والزمالك وبيراميدز اكتر مننا، لان هم بالفعل شاركوا في افريقيا ومباريات افريقيا، فبالتالي مباريات صعبه. ولكن اعتقد ان شاء الله باذن الله بالجديه والالتزام والتصميم ان شاء الله نعمل بطوله نحقق فيها ان شاء الله باذن الله ما لم نحققه قبل ذلك. حلو قوي، ما لم نحققه قبل ذلك لنرى. بشكرك جدا معتز البطاوي المدير الرياضي شكرا. لسيراميكا كليوباترا، نورتنا وشرفتنا. بالعودة إلى الصورة، الحقيقة هي السياسة خلاص بتعلنها إدارة سيراميكا كليوباترا، ما بنجيبش حد من الأهلي نوديه الزمالك، ما بنجيبش حد من الزمالك نوديه الأهلي، لو جاي لنا هي اسمها مش كوبري يعني، وإن كان على فكرة ده مش معنى كلمة الكوبري، لأنه في الآخر إنك تشتري حد وبعد كده تبيعه ده مش معنى كلمة الكوبري. الكوبري ده اللي هو الحاجة الغير قانونية، اللي هو فيها حوار معمول، فيها لعبة معمولة. إنما سيراميكا كليوباترا بيحترم الناديين ومش عايز إن يدخل في الحتة دي. بس عايز أقول حاجة.